سيد الوزير، أفهم من كلامك أنه تعليق الدراسة يمس كذلك الموظفين والمعلمين والمعلمات أيضا وحتى الإداريين في كل المدارس والجامعات؟ هو بالنسبة للتعليم العام يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس، ولا يتم استدعائهم لأداء أي مهام يحتاجها قطاع التعليم، وسيتم التنسيق معهم من قبل مكاتب التعليم التي يتبعون إليها إذا كان هناك أي استدعاء لهم. لكن نعم يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يعملون في المدارس. بالنسبة للجامعات هذا متروك لمدراء الجامعات ليقرروا، لأنه لابد أن تستمر يعني يستمر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، فهذا يعتمد أيضا على جداول وعلى أيضا إلقاء محاضرات، وهم سيقوموا بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس. نعم.